ساعة مرس، عشان نتعرف على ساعة مرس والعمل المسرحي الضخم، خلونا نتعرف على الفنانة المميزة مرام البلوشي وكاتبة المسرح مؤلفة هند البلوشي. يا مرحبا فيكم، وشيماء يا حلا فيكم، نورتونا في غبقة رمضانية وسعيدين بتواجدكم، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة، كل مشاهدينا وكل عام وانتم بخير. اكيد، وبعد منورينا الفنان خالد بصخر والفنان يوسف البغلي، حياكم الله. احنا اخذنا شيء جانب نسائي اول شيء، وروحنا حق الجانب الرجالي. اكيد نرحب فيكم، كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحة وسلامة، ومشكورين. احنا سعيدين طبعا بتواجدنا معاكم اليوم، وخفوا علينا بالاسئلة. الصورة قاعدة تتكلم، الاعلان اللي شفناه ما شاء الله شيء وايد قوي، شيء مختلف. يمكن عندك بنبدي هند، دامك انت المؤلفه لهذه المسرحيه، وايد اعتقدوا انها مقتبسه، لكن انت اللي كاتبه المسرحيه من احداث نعتقد انها عالميه، ما تكلمين عنها. لا ابدا، هي مش احداث عالميه، الفكره 100% من، يعني مو مقتبسه، من تاليفي انا. يمكن اعتقدوا لان الاسم اجنبي، فهم عبالهم ان انا ماخذتها من قصه عالميه او اي وات ايفر يعني. بس ان اساسا انا كنت مصرحه ان هذا العام راح يصير تاليف صجي، وما راح نقتبس فكره من برا. بس الحمد لله توفقنا. يعني انتم ما شاء الله حتى العام ما شاء الله مسرحيتكم حصلت على كثير من الجوائز، يعني ومبارك لكم حصولكم على افضل ممثلين في مهرجان المميزون. الله يبارك لكم، يعطيكم تستاهلون، مو قدركم صراحه. انتم تعطون الفن، والفن دائما يقدر مثلكم وشرواكم. احنا بالعكس احنا محتاجين هذا الدعم. احنا يعني يمكن ما نعتبر من نجوم الشباب، يمكن كل واحده فينا صار لها اكثر من 10 سنين في هذا المجال. لما قدموا لنا هذه الجوائز حسينا فعلا ان احنا انجزنا وان احنا سوينا شيء. ونشكر طبعا الشيخ دعي، ونشكر نايف شمري اللي هم منظمين المهرجان والقائمين على هذا المهرجان، على انهم هالسنه فعلا حسسونا ان احنا سوينا شيء حلو. يمكن نبي ننتقل وياك مرام، ومفروض ابدي فيك لانك انت الاكبر اكيد، تمرون على بعض. لكن مرام كلميني شوي عن هذه المسرحيه. يمكن بيقولون دامنا هند هي المؤلفه بتساندينها، الدور ممكن ما يكون قوي. اكيد، اول شيء انا برد يعني ببدي ان الحمد لله ان احنا ردينا مع بعض على خشبه المسرح. يمكن انا وهند كنا في فتره كلنا مع بعض قدمنا عدة مسرحيات، يمكن أنت حضرتي لنا أكثر من مسرحية، كان على يعني على مستوى الطفل. لكن لما هندشت في الإنتاج، أنا صراحة كنت متخوفة إني أكون معاها عشان ما أبي أكون حمل عليها، لأن إحنا يعني تعرف نبي حمل وهي مقعدتش ليش الساعة 11 الصبح. لا لا عادي عادي، وايد تمون زين انت قلتي الساعة 11 الصبح، يعني اختي يعني طالعين بالاستديو. والله لمصلحتهم، والله صدقيني انا مو زعلانه، هذا شغلي بالنهايه، وهي تعرفني انا شلون لما ادش شغل ما ارتاح الا لما انجزه. يعني ممكن ما يني نوم عادي، اواصل 48 ساعة ما عندي مشكلة، لان لما اصمم وابي اشتغل شغلة لازم انجزها على اكمل وجه وبعدين ارتاح. فالحمد لله انا ردينا مع بعض هذه بالبداية. صحيح، حق نشوف البرافات ويا المشاهدين. نبي نتكلم بالاعلان اللي شفناه، حسينا من الازياء انه شيء مقتبس. فيوسف البغلي هو اللي بيتكلم يمكن عن اكثر عن العناصر اللي وفرتها في هذه المسرحية. شنو المقتبس؟ بس انا بنور، حسينا ازياء انه شيء ممكن يكون عالمي، وهذا شيء وايد حلو انه بنات استاذ يوسف فيها. انا بس انا علي بالتاليف، الازياء عندك هو استاذ. بس احب بنوه ان المسرحيه مو مسرحيه اطفال. اي لا مو مسرحيه، مسرحيه عائليه اكثر، يعني عائليه تشمل كل الاعمار. احنا طبعا هذا العمل يمكن هو مو الازياء عالميه، بس يمكن حتى مسرحيه نور الظلام ترى الازياء هم ما كانت مقتبسه من 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 يعني، الا ما عدا يمكن كان في روح شخصيه ماليفيسنت العام في نور الظلام كان مع شخصيه هند البلوشي، بس كل الازياء اللي كانت في العمل كانت ازياء مصممه جديده مبتكره. ويا هند يمكن هذا الحين، هذا ان شاء الله احنا داشين على السنه الخامسه، في كيمياء لله الحمد، في تفاهم بين مخرج ومؤلف. حتى الأعمال أو النصوص اللي كانت تقدم أو قدمناها الفترة اللي طافت كان يصير فيه تعديل على النص ويحول غنائي مع هند. فإحنا عندنا طموح شوي، يمكن ليش ما نقدم عمل، ليش أنا أقول عمل طفل، أو ليش أنا أقول هذا عمل فقط لهل هل 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 العمر المعين أو الكبار أو مثلا بس شبابي. قاعد نروح أعمال برا، خلينا نتكلم عن أعمال برا مثلا ببريطانيا، شيء الأعمال كل أعمار قاعد تحضر العمل، وكل أعمار قاعد تستفيد وتستمتع في العمل.
أنا مثلاً بعمري وايد سعيد وأنا قاعد أشوف شيء وايد جبار في المسرح. اللي أكبر مني سنًا هم وايد مستانسين في الأعمال اللي قاعد يشوفونها برا. الطفل نفس العمل اللي أنا استمتعت فيه، الطفل وايد قاعد يستمتع فيه. فليش إحنا ما نوصل لها المرحلة هذه؟ هذا كان شوي، هذه الفكرة كانت ويا هند، إن خلنا نقدم عمل يشمل كل الأعمار، الكبير يستمتع فيه بعناصر المسرحية والهدف والرسالة اللي في العمل وأيضًا الطفل. فعلى هالأساس صارت يعني حتى مسرحية ساعة مرس، الأزياء، الديكور، العناصر المسرحية كاملة، راح تشوف إنه هو كأنه عمل، خل أقول يعني إذا حتى ساعة مرس يمكن في المؤتمر قالوا حسينا إنه صوب هاملت، صوب أعمال شكسبير وكذي، وفعلاً أكيد. أنا ليش قلت الأزياء؟ يمكن هند لأنها تحاكي الأزياء كل زمن معين، حقبة زمنية معينة فعلاً، وهذه تم انتقائها بدقة من قبل المخرج. صحيح. بحيث إنها تواكب الأحداث اللي مذكورة أو الفكرة بشكل عام. فعشان كذي بس أنا أحيي طبعاً مصمم أزياءنا اللي هو المصمم نزار روماني، يعني اجتهد ويانا وحييه على هذا الكواليتي وهذا النتيجة وهذا الفينيشنج اللي طلع بهالصورة اللي خلاك انت تعتقد انه هو مقتبس. صراحة مهتم في كل كاركتر، يعني كل اكسسوريز، كل شخصية معطيها ثيمتها، حتى في اللبس يعني راسم لها طريقة لبس حتى على طبيعة الشخصية. يعني شيء ما مثلا باكسسواراتها، يعني شيء ما مثلا معطيها زي على شخصيتها، هند ماخذة على شخصيتها، يوسف، خالد، أنا، كل واحد على طبيعة شخصيته. يعني أنا اليوم اسألوني أنت شريرة من شكلك، من لبسك عطيتين انطباع أن أنت شريرة داخل العمل، متعوب عليه صراحة. أي أن أنت شريرة داخل العمل، صح؟ يعني رسمة متكاملة، أزياء مع الشخصية، تطلع لنا بصورة يعني توصل الفكرة اللي الهدف منها أكيد. بس يمكن الفنان خالد بصخر أنت بلشت من 2002 بالتمثيل بعدين اتجهت للغناء. كثير من الناس حسبالهم بدايتك كانت بالغناء لأن ستار أكاديمي. في ناس ما كانت تعرف خالد مصخر كممثل بحكم سني والأدوار البسيطة اللي كنت أخذها في البداية. بعدين ستار أكاديمي بزمانة، يعني ب 2008 انت تسولفين الكل كان يطالع ستار أكاديمي، فحتى اللي كان يعرف خالد مصخر كممثل ما كان يعرف اسمه، كان يقول اوه هذا اللي كان يمثل. وفي اللي ما كان يعرف خالد نهائيا عرفه من ستار أكاديمي. أنا من 2002 أمثل، بعدين اتجهت للغناء كوني خريج معهد عالي فنون موسيقية. بس أنا هذا بكل لغة، وتوني قاعد أسولف مع يوسف نفس النقطة، أنا مو مطرب، أنا بكل لغة يحسسوني يعني مطرب، أنا ممثل. الغناء أنا أحب أغني، يعني أنا أحب أغني لنفسي وللناس اللي تحب تسمع خالد مصخر، بس أنا يعني التارجت عندي التمثيل، أنا ممثل. صار لك جمهور خالد أكيد في هذا المجال، ويعني جمهور يتابع لخالد بصخر في بالغناء ولا لا؟ لا بالتمثيل أكيد. مثل بالتمثيل إيه؟ أنا بس أنت بعيد شوية عن الدراما. لا أنا كل سنة أنزل أغلى شيء عملي، بس مو بطولة، يعني يمكن بطولة جماعية لكن مو بطولة مطلقة. بطولة مطلقة الشباب ما حد يأخذ بطولة مطلقة. البطولة المطلقة يمكن من درجة على البنات أكثر، صح؟ ما في أحد من الشباب لا فعلا مهضوم حقهم الشباب على هذا الجانب. يمكن الفترة اللي طافت، يعني هذه السنة هذه والسنة اللي طافت، يمكن صار في الأعمال الشبابية اللي هي قصص الحب، هذه بدأوا الشباب يأخذون فرصهم في البطولة المطلقة اللي هو مثل عمل الحب الحلال وعمل خالد أمين مع الهام اللي هو وبين قلبين حرب القلوب وبين قلبين، تو بدأوا يأخذون فرصتهم. يعني الشباب الفنانين شباب النجوم دائما يشوف في البط، يعني مثلا سكن الطالبات، احنا 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 ثمانية ابطال، اربع بنات اربع شباب، احنا بطولة رئيسية بس اسمها سكن الطالبات، دائما يعني يرسم عناصر النساء ان المرأة. بس انا على الام الكتاب لا صح، مهاجمين دور الريال صراحة والشاب في النصوص على الام الكتاب. اليوم احنا مثلا ساعة تسمى ساعة سوجين، مفروض تسمى ساعة سوجين على دورك بالمسرحية، ساعة مورس. خليني اقول لكم القصة بنهاية، قلت ان دور الفنان شوي الشاب يكون مهضوم في الاعمال، قلتي تو هند، لكن اليوم أدنى مو هذه الجملة، يعني بس تكون أسامي الأعمال ماتي علي. يعني أنا بلك يوم بطولة رئيسية مع أستاذة هدى حسين اللي سنة طافت كان على تلفزيون الكويت، هو مو مهضوم بس
الفوكس كله على الاسم. اسم يعني انا لما قلت مهضوم حقه مقارنه في البنت. اي شوف انا مالي شغل هندي يمك هندي قالك اي تفضل. الحين ليش قلت مهضوم؟ بروح حق فنانه وصوت جميل صوت كريستالي موجود معانا هضم حقك. الله حبيت كريستالي صدق والله صدق والله. لا شلون بسولف يعني يلمع. مو اول شيء مو اول عمل مسرحي لك؟ ثاني عمل وهم مع خالتي. يعني اول عمل كان معاها وثاني عمل معاها وما راح امثل الا معاها. الا معاها. احنا دائما نشوف شيماء ماخذه طابع الغناء اكثر، يعني راح تكون المسرحيه هي كلها غنائيه. ايه؟ فشيماء هي راح تغني الاغاني كلها طبعا. لا لا في ترى مو كلها غنائيه. ما راح تغني الاغاني. انتم مو كلها غنائيه. احنا كلنا نغني ولا ايش؟ لا كلهم يغنون. المسرحيه غنائيه، يعني القصه هي الستوري كله غنائي. في حوارات غنائية وفي أغاني وفي حوارات تمثيلية. يعني راح تشوفين شيماء راح تشوفينها تمثل من الطراز الأول بعد. أوكي يعني راح تمثلين. راح تشوفين شيماء شيء ثاني يعني. خلوهم جو أمتنا ما خذت فرصة. أمانة لا بس لأن قولي لي عنده وش المسرحية. وين كان تصريحها ناري؟ داري شيماء راح داري بالمسرحية يختلف تماما عن دوري مسرحية العام. السنة راح أكون أنا بنتها. شخصيتي راح تكون يعني ما ادري شو كنا نتوهق. انزين عادي قوليها خالتك يمك عادي. راح يعني شخصيتي راح تكون قويه مؤثرة. لا هي قاعده تغششني وايد. اي بس انه يعني انا ما اقدر اسولف وايد عندي تيست الشخصيه يعني راح تعرفون شنو السالفه. سجلتوا الاغاني؟ امس الحمد لله على امس. اي قعدتهم ل 11 الصبح بالاستديو يسجلون. استاذه العمل حتى اللي ماسكين كالوس راح يمثلون لان مو مخلينا نتنفس. انا قبل اسبوع متناجر معاهم على يومين بروح شرم الشيخ بغير جو. لو سمحت لو سمحتي يعني شلون؟ لا ما عاد حق مو وقت شرم الشيخ رمضان ومسرحيه. من ايام العيد والاخر بيروح شرم الشيخ وهنا على قدم وساق بعيد قبل الناس. انا خل اقول لك بروح يومين ما خلوني ما خلوني ما خلوني. لا تبي تروح يوم واحد يعني ما عطتني يا جماعه روح يومين. انا ما زين هالطيبه. يلا قلت ما عليه عشان يعني العمل يطلع صح. شنو اللي قهرني؟ انا صار بريك بهاليومين. لو هاي اي لا صحه اليوم مقهور. في خالد اغنيه مشتركه بينكم في المسرحيه كلكم؟ اي في المسرحيه في. يلا خلينا نسمع. اغنيه مشتركه اكيد انت مسجلينها. اكيد مسجلينها ما دام يحفظونها ولا حافظين لوحه الاخيره. ما ادري حافظون حافظين لوحتهم هم. كنا ودها شيء ما ابي. يلا يلا غنها. حافظت انت؟ حافظ. شلون تقولين لا؟ لا انتم قلتوا الجماعيه انها هذه مالتكم. لا هي معاش تقولها. اوكي ما تبينا نغني. لا انا بس اقول ما راح ارد عليك. غن الخصم بسرعه غن. شلتك بيدي من سنين سكنت يا الروح ولا عين وجدامي صرت تكبرين وانا من خوفي عليك. مو فرحنا مسرحية. هندي تقشش من الصوبين. شي ما سمعنا صوتك. المقطعين ولا اقول لا 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 انا ابيها تغني مقطع انا احبه بصوتها. انا راح انكشف بس. لا ما راح تنكشف. غني لوحة ثانية. يلا شيماء يلا. سنين طويلة الزمت الصمت وما همها منها انحرمت ما فكرت كنت بحاجتها ما عرفتني إلا لمصلحتها عاشت عمرها. كلمات كلماتك اي فروم اي تو زد كلهم اي كلمات الاغاني ايضا من التاليف. هي مو كلمات اغاني. هو وايد لحد الحين الناس مو راضيه تفهم ان قصه موسيقيه. هي هو النص غنائي. غنائي النص كامل. فهو من اول حرف لاخر حرف هو غنائي. يعني غنائي لانه مقفى ولانه موزون ولانه يعني مثل يكون مثل الحوار سجع تقريبا تقريبا. أيوة. معناته ما في كلمات اغاني. هو ما في اغاني. هو في قصه بس مو غناء. يمكن قلتي ترى هند في المؤتمر الصحفي اللي سويتوه ان عوده للمسرح الجاد
وفي حبكه وفي قصه في هذا في هذه المسرحيه. هو مش عوده، هو امانه احنا ما أو شفنا المسرح جاد بالتجاري، يعني طول عمرنا مسارحنا التجاريه بعيده كل البعد عن المسرح الاكاديمي. في تجربه يمكن اخيره صارت في شهر رمضان اعتقد مع حمام روماني. يمكن حمام روماني صحيح. ويمكن مبلا قبلها كانت قصه حب. قصه حب اي كان هذا العمل يعني الوحيد. كان جامع ما بين كوميديا ما بين فعلا يعني حتى هو يعني احنا اشتغلنا لايف واشتغلنا فلاشات باك كانت مسجله هي يعني كان في لايف وبلاي باك. يوسف بما انك خريج معهد عالي في المسرحيه عندك الموضوع. الله يسلمك. هي الفكره ان احنا كنا نشوف اعمال في المهرجانات الاكاديميه عمل يعني من الطراز الاول كل انا اتكلم كل العناصر اكاديمي مدروس متقن حرفي. هذا الأعمال ليش ما تقدم للجمهور؟ ليش ما نشوفها؟ ليش محصورة حق ناس أكاديمية أو ناس مختصة؟ بالعكس مرة سنة من السنين سووا وهم نفسهم المجلس الوطني سووا دعاية في السينما وفي الإذاعة عن المهرجانات اللي قاعد تقدم. كان في مهرجان الكويت المحلي حضور الجمهور تفاجأنا فيه والناس تفاجأت في المسرح اللي موجود بالكويت إن إحنا عندنا مسارح بالكويت كذي. فكانت هذه أهم فكرة يومين إن أنا أبي أدخل الأكاديمي ما أبي أقول بس الجاد المسرح شوي الأكاديمي مع خلطة مع المسرح التجاري عشان نفس طلعنا العام نور الظلام وهالسنة ساعة مرس. إن شاء الله أتمنىكم توفيق في هذا العمل. بدنا نطلع شوي من المسرحية. أنا أبي أسأل شلون المخرج عصبي ولا تعليقك كان نار قبل ما نبدأ اللقاء تعليقك كان نار إذا تقولي غريب ردهم إن إيه يعني أنا أول شيء أول كلمة قلتها حق يوسف قبل أن نبدأ العمل الله يخليك عصب لأن كاسي وايد كبير بس العام ما كان كذي مرة كان يعني تلفون لي شغلة للمسرحية أنا أنا هندي قالت لي خلص لها الشغلة طلعت وكلمت دشيت ناطريني لوحتي قال لي وينك قلت له قاعد أخلص شغلة على المسرحية مفروض أن المنتجة تقول صح ساكتة عشان يقول لي اطلع برا تفضل برا طبعا صدق عيش على بس ينن حلو عصبيته تينن صراحة عصبيته مثل على قدر لا مو وايد رحت خليت أغراضي من الكرسي أقول هند أنت قلتي لي قولي له تقولي ما عندي شغل قلت له زين خل اقعد المشكله كان يغسلون سيارتي ما عندي مكان اروح طلعت برا قعدت بالحب لا هو هو مفهوم المخرج ان المخرج لازم يصارخ بالبروفه ولازم انا هادي انا هادي انا عموما انا حياتي هادي ما صار بس ساعات توصل مرحله لازم نضطر انك ترفع حسك شوي أكيد. بس الامانه عمري يعني ما صرخت على احد لا هو عنده كلمه واحده انتوا معي ولا لا هو عنده كلمه واحده صاد اي مو هذا بس صج اكاديمي لان عددنا كبير يعني صعب الكنترول على 60 شخص انت قاعد تحكي عن 60 شخص في قاعه بتسكتين منه ولا من بس قادر في نقطة ملاحظة قادر ما قلنا مو قادر دائما تختار الستاف نفسه يعني قاعدة نفس الروح كل سنة قاعدة تتكرر منه يعني مو كثير من يعني على طول انتي مع يوسف مع مرام مع شيماء قاعدة تكررين كل سنة نفس الستاف لا شوفي انا في عندي ثوابت لان احنا مثل ما قلت لك احنا عندنا كيمياء كمخرج وكمؤلفة وفي عندنا خط احنا راسمينه وفي عندنا هدف قدام فقعد نبني من الصفر فانا ما اقدر استغني عن مخرجي ولا اقدر استغني عن الانسان اللي بديت معاه اللبنه الاولى يعني في 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 انتاج المسرح عندي الثوابت الاداريه والفنيه الكوادر الفنيه والاداريه اما الفنانين ويفهمونك تفهمينهم طبعا اكيد في كيمياء بيننا خلاص احنا عارفين بعض عارفين شنو نبي لما ننجح محتاج روح الجماعه هذا والتيم وبالذات الاساسيات حصه يعني بالذات الصوره العامه مات العمل اللي هي العناصر الاساسيه اللي هي السينوغرافيا والاخراج والفكره والموسيقى والالحان والتوزيع هذه لازم تكون ثوابت لان احنا خلاص في انسجام احنا تنعكس اكيد يعني مع بعض على المشاهد كل يومين طبعا بالنسبه للفنانين عندي احمد السعدون من الثوابت اللي صار لهم 4 سنين معي بلس يوسف البغلي كممثل طبعا خلي عنك عن مخرج انا ومشاري 3 سنوات بس مشاري كان هالسنه يعني هو ما حب انه يشارك في هذا العمل لظروفه يعني ضغطه وكذي بس كنا نبي يتفرغ حق الالحان والتوزيع وسوى شيء وايد جميل وايد جدا وايد جبار
الله يعطيه العافية طبعًا راح تسمعون شيء وايد حلو. ونوجه له تحية ونشكره تعب معانا أمس للساعة 11 الظهر. أما الباقي الفنانين قاعد يدشون يعني قاعد يصير في تغيير. أنا ما قاعد أكرر. مرام يمكن هذه أول سنة ولله الحمد إن إحنا ردينا مع بعض طبعًا أنا لله. سعيدة. إن شاء الله السنة الجاية مرام. بس إليها أنا كنت كل سنة إن أنا أقول مريم يلا يلا. شيء ما نفس هذا الويت. شيء ما أما شيء ما أصبحت من الثوابت. لو لبس أصفر مثله. يعني. أي لا وشفتوه هذا. يعني بالنسبة لي أنا شيء ما أصبحت من الثوابت. أكيد يعني. أتمنى إن تكون من الثوابت لأن هذه ثاني تجربة يعني. هند. وما شاء الله تبارك الرحمن كلكم عندكم قاعدة جماهيرية جدا كبيرة. اللهم بارك. وكل الناس حريصين على حضور مسرحياتكم. والله إن شاء الله يعني نكون عند حسن ظنهم أهم بس شيء. أنا عندي نقطة صغيرة. هو بعد عندنا نقطة ما خلتي. لا أنا بتكلم مثلا على موضوع اختيار الفنانين ترى كل سنة نجرى أنا وياها يعني ويا هند إنه هو مو موضوع إحنا بس نبي مجموعة معينة أو جروب معين نشتغل فيه شنو الدور شنو الشخصية صحيح. اللي تصلح للجسم بعدين لأنه هو عمل غنائي ففي أدوار محتاج أنا لها أصوات غنائية صحيح. جميلة فالحين أنا شيماء يمكن العام تفاجأت فيها إن أول تجربة لها على المسرح طلعت بهالشكل بالغنى وبالتمثيل بالحس وهالسنة فاجأتني مرة ثانية التطور اللي هي فيه فعلا يعني غير كذي يعني مثلا خالد هذه أول سنة الحين معانا الكاست اللي العام تقريبا 3/4 متغير مو ثابت ما في من أحمد السعدون ويوسف شيماء ثلاثة أكيد كلهم مبدعين يعني من أصل 11 فنان 13 فنان أنت قاعد تتكلم بعدين إحنا ك ك كمؤسسة أريحية التعامل لما أنا أشوف هذا ريحني هذه السنة راح أشتري السنة الجاية والعكس صحيح. صحيح الممثل إذا حس إن راحته ورغباته وأحلامه وقاعد يعني يطلع ياخذ حقه وقاعد يخطو خطوة مع المؤسسة اللي قاعد يشتغل معها بيكرر التجربة أكيد إيش كملين على الرغبات وعلى شنو العمل محتاج أنا عشان الوقت إنه بنسولف عن المحتالة كنا بنسولف عن بيئات النخي كنا بنحط لهش الإعلان الحين مرة ثانية عشان الناس بنحطوا إعلان أهم شيء نشكركم أكيد نشكركم على طلالتكم الحلوة اليوم الله يعافيكم والله يعينكم على العروض يعني أكيد ما راح تشوفون أهلكم ما راح تشوفون عيالكم وقت العيد ولا السنة أول يوم عيد وايد نسوي شيء حلو إن عرضنا وايد في عندنا وقت نقدر نروح زوارات وكذي يعني أول يوم الساعة 7 علشان يروحون يزورون ويعيدون ويجبون ويوني مستانسين وبعدها أختفي ما حد يكون عنده عيد إحنا تعودنا عيدنا جمهورنا عيادينا نشوف جمهورنا تشجيعهم الصفقة اللي تخلينا احنا من داخل يعني مالكين الدنيا كلها حبيبتي يعني والله العظيم شني ملكت مليون دينار ما ابي الفلوس يعطيكم العافية سامحونا الوقت انتهى شريفة ترى انا وهند ومريم خذينا جائزة أفضل ممثلين بالدراما وراح ناخذ معكم مسرح إن شاء الله يعطيكم الصحة والعافية كل عام وانتم بخير عيدكم مبارك وقتنا انتهى نبت طيب الحين مع تجربة نطلع وياكم مشاهدين هذا الفاصل ونكمل وين هذا أي عطر فيهم أي بخور أتوقع البخور هذا أروح أنا عيل في البخور ب 13,000 جايبين لنا بخور راح نطيب وياكم أكيد مشاهدينا نرجع فاصل ونكمل وياكم أكيد وصلنا مع المشاهدين للختام وظلت معنا فنانة هند فنان يوسف الدغلي نبي نأخذ رأيكم في تدوم مبدعين ويانا تدوم اليوم وايد حبيت دبانة ينن صح؟ وايد حبيتها دبانة ممتازة أنا أحب الطيب يعني عندك وايد عندك وفي روزة بعد روزة يقولون وايد حلوة بس ما جربناها روزة هذه يمكن أرقام التواصل قاعد تشوفها ويا المشاهدين على الشاشة اللي حاب يتواصل معاهم ويجرب هذه العطور الجميلة اللي راح تدوم أكيد شوف راح تدوم ترى 24 ساعة راح تدوم هي اسمها تدوم اللي راح هي مسرحيتكم بعد راح المتعة تدوم عندي راح تموت راح تدوم لا نوعدهم راح يشوفون بإذن الله عمل وايد راقي يعني مثلهم أنتم ما شاء الله شكلتوا ثنائي جدا جميل ويعطيكم ألف عافية ونتمنى لكم مزيد من النجاح ومن نجاح إلى نجاح أكبر تستاهلون كل خير يا رب قلبي ومشكورين لوقتكم وساعة صدركم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله وصلنا معكم للنهاية أنا أحب أشكر مشعل عجيل على الميك اب والتسريح أنا بعد ثانك يو مشعل ومرام بعد وشيماء بعد كلهم مشعل يعطيكم ألف عافية دام ويانا ليش صار أنت ويا مرام في المؤتمر الصحفي نفس اللبس إي كلكم هذه فكرتي أنا أن احنا ككاست مسرحية كنت حابة أن احنا نكون طالعين لهم كذي بثيمة واحدة البنوتات وكان شكلكم شباب قلنا قلت لهم لبسوا السوتس وخليكم ان انتوا يعني رسميين وكذي يعني فكرة حلوة طلعت وايد دائما افكاركم مميزة نشوفكم ان شاء الله في حلقة باكر مشاهدينا في مرة تصبحوا على خير